أما تنظر الطير المقفص يا فتى؟ إذا عاين الأوطان حن إلى المغنى، إذا شاهد الأوطان حن إلى المغنى. دول اللي شافوا الحيطان أمال اللي شافوا الأنوار؟ إذا شاهد الأوطان حن إلى المغنى. أتيت إلى روض النبي فهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال مطن الخبر، ما بال من به، وما بال روضا ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. أتيت إلى روض النبي فهالني نور، فهالني نور بدا من قربه قبل بعده، من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا، إذا كان الجدار، إذا كانت الحيطان مطلع نور يا أولاد، إذا كان الجدار منورا فما بال بطن الروض، ما بال من به، وما بال تربا ضم نور محمد ونور رسول الله منين؟ من نور ربه. أمليان حديث من سكن الجزع ولا تكتباه إلا بدمعي، فاتني أن أرى الديار بعيني لعلي أرى الديار بسمعي. علشان أنا كمان قلبي مش عارف يسكن، أنا كمان قلبي مولع نار، مش عارف يرتاح إلا لما يشاهد نوره. فإذا ما كنتش شايفه احكي لي عنه يمكن ودني تشوفه. دخل رجل على النبي ومعاه ضب. قصة الضب تعرفوها كلكم، أنا يمكن أقل واحد يعرف يقراها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى، قال له لا أؤمن بك حتى يشهد لك هذا الضب. شوف التصريف بقى، مش هسلم عليك ولا أعرف أنك رسول ولا أؤمن بك إلا لما تخلي الضب ده يتكلم. شوف الكره يا أخي، شوف الغل اللي في الظاهر. الحكاية دي من ساعتها فسيدنا النبي حاضر، قال يا ضب يا ضب، لسه ما أسألوش، هو سيدنا النبي نطق فيه، الروح الساكنة جوه الضب قالت لبيك وسعديك يا خير من وافى القيامة. الضب عارف والراجل مش عارف. تخيلوا يا جماعة، الضب عارف قدر النبي وصاحبنا اللي شايله ما هوش عارف. ده بيصور حال الأمة اللي احنا عايشين فيها الأيام دي. بيقولوا جايب الضب يناظر بالنبي، طب هو ده يعني حاط يا ضب؟ ما أن سيدنا النبي خطبه بالروح من روح لروح، يا ضب قال لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. ده عنده إيمانيات كاملة جدا. اثنين، قال من تعبد؟ سيدنا النبي سؤال، مين اللي بيسأل؟ اللجنة اللي بتسأل مين؟ من تعبد؟ قال أعبد الذي في السماء عرشه، قال أعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عذابه. ده أظن ما جابش سيرة مكان لربنا خالص. ضب ده أشعاري قبور يصوف، ما فيش غير كده صح ولا غلط؟ هيقول إيه الضب يعني؟ هيكذب عشان سيادتك؟ قال الحقيقة لأنه بين يدي شمس الحقائق أنطقه الله. والله لو حضرة النبي اصطفى طفل بنظرة إليه لغرق وأغرق العالمين في بحر علومه. سيدنا الإمام الرواس يقول لو أن لي منه نظرة لا يسعني الدهر سطرة. العمر ده ما يوسعني أفضل أكتب وأتكلم من يسكتنا وسيدنا النبي نظر إلينا. فقال له يا ضب من تعبد؟ اسمع الفتوى الضب ده متهيألي متعلم في أعلى، ما فيش هقول إيه كلمة. من تعبد؟ قال أعبد الذي في السماء. إيه؟ ولا قال أعبد الذي في السماء؟ لا، قال أعبد الذي في السماء وفي الأرض وفي البحر سبيل وفي الجنة. أنا مش عايز الجنة عشان ربنا ساكن فيها، لا، الجنة نعيم، في النار عذاب، في البحر سبيل. ها ايه الحكاية دي؟ السماء ايه؟ لا مفيش لا حلول ولا اتحاد ولا جهة ولا تقسيم ولا قال الله.
قال أنت عبد الله ورسوله. الإمام البيهقي في الدلائل يقول فأسلم الرجل. مراد النبي من البرايا الهداية، ومراد النبي من البرايا الرحمة. لما ربنا قال له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أظن سيدنا النبي متهيألي تعب أولو العزم من الرسل بصبره. لما ربنا قال له اصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم عملوا ايه؟ سيدنا نوح بصراحة صبر 950 سنة دعوة، بس جه في الآخر قال ايه؟ قال رب لا تزر على الأرض بس ربنا كان قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا ايه؟ بس ما قالش نفسه انت فلتت مني إلا النار، ما قالش ايه؟ لعلك باخع نفسك هتموت نفسك. تعرف سيدنا النبي لما هيذهب نفسه عليهم حسرات من شيء متضايق، نفسه كل المملكة الكونية تدخل الجنة. هذا يا عباد الله مراد الله من خلق الله، ولكل موجود ليس له في الوجود قدم إلا بقدر ما نال من نور سيدنا في القدم.